لا ما شاء الله، شايفك عم تروحي وترجعي على كيفك. كيف لك عين ترجعي؟ انتي خالفتي الاتفاق، خلص يعني ما إلك شغل عنا. لا أنا ما خالفت الاتفاق، أخي توفى ورحت على الدفن. طلعت أقوى مما توقعنا، عم تقاوم وهلأ رح نفحصها. إذا تخطينا خطر الشلل واتطمنا هلأ أمورها رح تكون منيحة. الحمد لله منيح إن رجعت، والله قلبي كان عم يتقطع على الولد. لا تواخذوني ما خبرتكم، بس اضطريت إني أروح. ما في مشكلة، خلص بنحكي بعدين. المهم إنك رجعتي. يا روحي مبين كتير نعسان، رح أخده على الغرفة ونيمه. إيه ما نامي منيح، يا ريت تنيمي، وحتى أنت مبينة تعبانة. ألف الحمد لله. تعرف إنه نحن الاثنين مثل بعض، نحن الاثنين ما قلنا حد، لهيك ما رح نتخلى عن بعضنا. أنا ما عاد بقيلي حد غير، لهيك ما رح أتركك ولا بعد عنك أبدا. حتى لو أبوك ما بده يعني. المفروض عم تسمع، جرب احكي معها بلكي بتصحى اسرع. نارين، نارين انا جنبك، عم تسمعيني؟ كمال الحمد لله على سلامتك، لا تخافي انت صرتي منيحه. عم تحسي بالضربات؟ حسيت فيهم. تمام يلا نارين، هلأ حاولي تفتحي عيونك على مهلك لنطمن. ليش هيك عتمة كتير؟ ليش مو مشعلين ضوء؟ يا
كمال شعل ضو لشوفك. ليش الغرفة عتمة كل هالقد؟ كمال؟ كمال ماني شايفتك. كمال؟ نارين اهدي شوي، هذا الوضع طبيعي، وضع مؤقت، خليني افحصك. ماني شايفة. ليش هيك ما في ولا ضوء؟ شو عم يصير؟ جاوبوني، انا ليش ما عم شوف؟ عم بسألكن. هلا ما فيني جاوبك على شي، بدنا نعمل شوية فحوصات. فحوصات؟ بس أنا ما عم شوف. كمال وينك؟ الدنيا عتمة، شعلوا ضو، بدي أشوف. كمال ليش طافي كل الأضوية؟ كمال العتمة بشعة كتير. أنا ما بحب العتمة. تعالي لعندي وجيبي مهدئ بسرعة. أخي توفى ورحت على الدفن. أخي توفى. شو القصة لهلأ ما بعتي لي التقارير يلي طلبتها منك؟ في كتير تقصير بالشغل، كم مرة بدي أطلب؟ ركزي على شغلك، هذا آخر تنبيه. تفضلي. تفضل، هي قهوتك. يسلم. بس لحظة. ايه اللي بدك شي؟ مشان فريدة، اعطيها اجازة كم يوم اذا بدها. قال اخوها توفى. اخوها توفى؟ مشان هيك اختفت فجأة. يا حرام، مسكينة. شوفيها اذا بدها اجازة. بدنا نعملها رنين. تمام. يمكن تكون وزمة على شبكية العين بسبب النزيف، لازم تعملوا معاينة مجهرية كمان. هذا الشيء ممكن يصير بعد النزيف، وضع مؤقت، إذا تعالج صح أنا متفائلة إني رح طيب.
وأنا كمان بوافقك الرأي نارين. المهم أنك تضلي قوية ونحن رح نعمل كل جهدنا، لا تقلقي. هذا أنا جنبك. متفائلة رح كون منيحة. وأنا كمان رح طيبي. وأنت عندك نفس الشعور؟ طبعا متأكد أنك رح طيبي. كنت عم دور عليكي، ليش عم تتعبي حالك؟ لما شفته نايم قلت بشتغل شوي لساعدك. تركي من ايدك وتعي عدي. انا هلأ لحتى عرفت انه اخوك توفى، الله يرحمه. امير سمح لك، قال فيكي تاخدي اجازة كم يوم، فيكي تروحي على الأقل يخلص العزا، وإذا لازمك أي شيء طلبي مني فورا، أنا مثل أختك. ما في داعي للإجازة، خلص مشي الحال. دفنا لأخي، رحت ودعته وحضرت الدفن، ما عاد في شيء أعمله. كثير متوترة أمي، ما عاد أتحمل هذا الانتظار، حدا يطمننا ويخبرنا شو وضعه. إن شاء الله خير، إن شاء الله. ناري حبيبتي، نارين منيحة؟ بدهم يصوروها هلأ. حبيبتي ليكي نحن معك رح تكوني منيحة، كلياتنا عم ندعي لك، كلياتنا ناطرينك لترجعي معنا على البيت. رح كون منيحة. مليكة، ما قلتي لها مشان تاخد إجازة؟ قلت لها بس قال أخوها اندفن، ما عاد في داعي للإجازة، ما قبلت تروح من وقت ما أجت وهي عم تشتغل، واضح إنها عم تحاول تنسى وجعها. نارين متفائلة، مقتنعة أنه هذا شيء وضع مؤقت. إن شاء الله الفحوصات تعطينا أمل. بتمنى، وحتى لو ما له هيك نحن رح نعمل كل جهدنا لحتى ترجع تشوف. ها هاي وصلت النتيجة.
شو دكتور طمني؟ المشكلة ما لها علاقة بالصدمة، عندها تأذي بأعصاب البصر. ايه شو يعني؟ ممكن العمى يكون دائم. بس نحن ما رح نفقد الأمل، رح نفحص القرنية لحتى نقرر، وحسب النتيجة منقرر خطة العلاج. رح يرجع كل شيء مثل قبل، رح أرجع أشوف الضوء عن قريب. أنا متفائلة وعندي أمل. أنا رح أرجع أشوف. برأيي من مصلحة نارين أنها تعرف الحقيقة لحتى تتقبل وتتعايش مع الوضع الجديد. هلأ فوتوا نارين على الغرفة، طلعت نتائج الفحوصات. نارين منيحة؟ خير؟ في شي ما بيطمن؟ لا تضل ساكت هيك، طمني. الدكتور قال أعصاب البصر اتأذت، يعني بسبب الضربة فقدت نارين النظر. إيه شو ما عاد تشوف؟ طيب وهي هي بتعرف؟ اي عادي، طبيعي انه يضل خطه مشغول. اهلا خالة فخرية. قولي شو بصوتك؟ خير نارين؟ في شي؟ نارين ما عم تشوف. قومي جهزي حالك، بدنا نطلع. دق لي عمي. نارين منيحة؟ لا، خبرني انه نارين ما عم بتشوف. كيف يعني ما فهمت؟ ما بعرف، هيك قال، يمكن من النزيف. يلا رح اجيب شنطايتي.
شو صار؟ خبرتها وكيف كانت ردت فعلها؟ نايمة ما فيتها. كيف رح تقدر تتحمل هالخبر؟ يا ربي دخيلك كن معه وساعدها، يا الله صبرها وعطيها لقوة، يا ربي تكون معه بهالمحنة. انتو صار لكم زمان هون، روحوا على البيت ونحن مالنا مطولين طالعين على البيت. ايه صح معك حق، لازم نروح نرتب للبيت ونجهز لكل شيء ليناسب وضع مشان ما تتفركش بشي، رح شيل اي شيء ممكن يضايقها. يا الله دخيلك كيف بدها تتحمل. لا معلش انا مالي حابة اتركك لحالك بالمستشفى، خلي امي تروح وانا ببقى، بلكي احتجتني باي شيء معك. ما في داعي، انتي خليكي مع امك. قومي امي يلا تحي، ناطرينك بالبيت. على مهلك. كمان كمال، ما في حدا هون؟ كمال طيب، رح جيب مي واجي. هذا كله ذنبي، لو قدرت اسعفها بسرعة ما كان صار اللي صار. هلا كيف بدي خبرها؟ كيف بدك تقول لإنسان انه انت يمكن ما عاد تشوف كل حياتك؟ ما لازم تفقد الأمل عمي، خليك قوي. إذا من البداية بدك تضعف ما رح تقدر تسندها لنارين وتوقف جنبها، لأنه هي بتقوى فيك، وحاليا أهم شي تخبرها بكل الاحتمالات. أصحك أصحك تخبي عليها الحقيقة من خوفك عليها إنها تزعل. صدقني قد ما كانت الحقيقة قاسية رح تكون أرحم من الكذب بكتير. نارين، كمال كمال ليش انت لحالك؟ انا قدام الباب، ليش ما ناديتيلي؟ ما عاد فيني استنى، طلعت النتائج. شو قال الدكتور؟ ناديله لحتى اسأله. عادي كمال، عم بسألها ليش ما عم تجاوبني؟ طلعت النتائج ولا لا؟ قلي شو قال الدكتور. كمال طلعت. ايه قلي شو قالك. لأمتى رح ضل بهذا الوضع؟ يعني كم يوم؟ احكي. Thank you.
اللي شو قال لك تماما؟ قال لي فينا نطلع من المشفى. كيف يعني فينا نطلع من المشفى؟ والتشخيص والعلاج؟ بدي أعرف الحقيقة. شو قال لك؟ ما رح أرجع أشوف أبداً؟ كمال أنا من حقي أعرف، لا تخبي علي شيء. في تأذي بعصب البصر. قلت بالعصب؟ يعني مو وضع مؤقت. في علاج بدنا نبلش فيه بس ليخلصوا دراسة الحالة. معلش تتركني لحالي؟ خليني معك إذا بتريد. تعطلع معي لبرا، امشي. لا أكيد في غلط بالفحوصات، أنا متأكدة. أنا رح طيب وأرجع أشوف. أنا رح أرجع أشوف. أنا ما بحب العتمة. ما عم صدق يلي سمعته. يا حوينت هالعيون، حرقت لي قلبي يا ناجي، والله ما عم صدق. رح افتح الباب بس مشان الله خليكي قوية، بس كرمال ما سهل. قال خليني قوية. قال لك من وين بدي اجيب القوة يا ويلي؟ انا رح اجيب مي. أمي أنا مخنوقة كتير، طالعة على الغرفة شوي. ماشي حبيبتي. ما بدي، أنا بدي أطلع من هون، ما عم بقدر أتنفس. Thank you.
برافو عليكي كومرو، شفتي ما قلت لك؟ انت ما عملتي شيء وما حدا رح يشك فيكي ابدا. انت الاخت الحنونه المقهوره والزعلانه ويلي قلبها عم يتقطع على اختها. ايه بس الأدلة، لا تتركي وراكي شي، ما لازم اي حدا يعرف انك لمستي الفستان. يلا شو لازم ساوي؟ يا ربي لك وينه؟ وين خفوا لفستان العرس؟ شد حيلك، لازم تكون قوي نارين بحاجتك. نارين رح تقوى فيك صدقني. ايه طبعا، لا تنسى انكم تخطيتوا كتير ايام صعبة مع بعض ورح تتخطوا هي المحنة سوا. ماشي انتو رجعوا على البيت لشوف انا شو بدي اعمل، يمكن بعد شوي بدنا نطلع على البيت. ما رح نتركك، خلينا روحوا على البيت. طيب ماشي مثل ما بدك، بس اذا لزمك اي شي خبرني. حاكينا إذا في شي. نارين، 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 انتي جوا؟ نارين، وين النارين؟ بدك مساعدة؟ يا أنسة بدك مساعدة بشي؟ لا ما بدي شكرا. قوليلي لوين بدك تروحي؟ تركوني. بعدي عن الطريق شو عمياء؟ كمان شبك شو هربانة من المشفى؟ كمان شو قصتها؟ ليش هيك طالعة؟ كمان نارين، 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 كمان ليكني أنا معك، أنا جنبك، لا تخافي حبيبتي أنا معك، أنت مو لحالك أنا جنبك، لا تخافي حبيبتي أنا هون، لا تخافي. كمال أنا ما عم شوف، أنا جنبك. مشان الله خليك جنبي ولا تتركني لحالي ابدا كمان. لا تخافي انا جنبك حبيبتي. Oh, my God.
خليني حوالي عتمة، أنا خايفة لا تتركني لحالي كمان. لك خالة فخرية رسمت هاي الرسمة الحلوة لخالة نارين، هلأ بس تجي بدي ورجيها ياها، حلوة مو؟ اي يا عمري كتير حلوة. ليش انت بترسمي رسمة مو حلوة؟ أنا رتبت غرفتها لنارين وشلت أي شيء ممكن إنه يضايقها أو تتفركش فيه. دورت على فستان العرس وما لقيته، قلت بدي شيله مشان ما تتضايق. أنا شلته خفيته، قلت بلا ما تنقهر وينحرق قلبها. إيه منيح إنك عملتي هيك. نوم الهنا يا حلو، الله يحميك يا عمري. نام وشوف أحلام حلوة. أنا ما عاد عندي أحلام لحققها، بس أنت لسه الحياة قدامك وناطرتك أيام حلوة لأنك بتستاهل، وأنا رح أحاول أني ضل جنبك. الله يحميك حبيبي. ما عندي قوة بنوم، معلش تطالعني على غرفتي فورا؟ ماشي مثل ما بدك، فورا على غرفتك. الحمد لله على السلامة، أهلا وسهلا. ناري نحن تعبانين، نارين بدها تطلع ترتاح وأنا كمان. ماشي؟ ايه طبعا، طلعوا ريحوا شوي وما حد رح يزعجكم أبدا. الحمد لله على سلامتها. أهلين نارين، شوفي هاي الرسمة اللي رسمتها حلوة ما هيك؟ حبيبتي نارين هلأ تعبانة شوي، بعدين بتشوف الرسمة. طيب بس لخلصها فرجيها ياها.